كاركتر امير امير عصمت بالتحديد امتياز شاطر جدا في النظري لكن لما بيجي في المستشفى يشتغل في العملي بيتوتر مش عشان خايف او مش عارف ممكن يكون خايف يغلط فهو عايز يوصل لمستوى اعلى في المستشفى من خلال معرفته بالدكاتره الاكبر وبيغلط غلطات كتير والله حد تاني غلطان على غلطاته يعني في مثلا مشهد بيزعق لممرضه على غلطه هو عملها و يمكن طبعا عشان المشهد هو طالع فيه رخم جدا لكن في نفس الوقت مشهد زي ده ممكن شخصيا يعني لازم اخلي بالي ان هو ما لعبوش ان هو فيلن بيطلع حد غلطان على قد ما هو يمكن حد خايف بيطلع حد غلطان دي لازم تتعرف ده العيان كان ممكن يموت فيها والله يا دكتور جلال امير هو اللي ادى الامر تاني هنقول الكلام اللي ملوش اي لازمه ده طب لو انا اديت الامر يبقى ليه مش مكتوب في الشيت بل احنا هنقول تور تقول واحلبوه